بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. سائل يقول: كيف أعرف العلم الصحيح في هذا العصر مع كثرة المذاهب والمشارب والآراء؟ سؤال جيد. عد إلى ما قبل ذلك الخلاف، عندنا خلل منهجي. هذا الخلل المنهجي مضى عليه الآن 100 سنة، يعني قريب 100 سنة. بدأ بسقوط خلافة المسلمين. خلافة المسلمين كانت الأمور واضحة، ما كان أحد يستطيع أن يلعب. الخط العام للدولة كان دولة المسلمين، دولة المسلمين وخلافة المسلمين التي تمثلهم في الداخل والخارج والتي تفصل بينهم. هذه الخلافة كانت بأيدي أهل السنة والجماعة الحنفية، الماتريدية، الصوفية، على مدى 6 قرون. قبلهم بقليل لم يختلف هذا الأمر كثيرا. القضاء إما حنفي وإما شافعي حسب البلاد، أو مالكي حسب البعد، حنبلي قليل موجود. العقيدة حنفي أو أشعري، مفوضة من الحنابلة موجود قليل. التصوف موجود بطرق أهل العلم المعروفة الموروثة. عد إلى ما قبل الخلاف. لكن هناك مشكلة، بعض الناس هو في حيرة لكنه يريد أن يبقى في حيرته، يعني لا يريد أن يخرج من تلك الحيرة، فماذا أفعل له؟ هو يريد أن يبقى حيران. يا أخي أنتم مختلفون وبعضكم يرد على بعض، وأنا مرتاح مع هذا الاختلاف، لذلك سأتبع هواي. لا، هذا ليس كلاما معقولا. مصري قبل فتنة النفط وقبل ثورة الوهابية، أبوك يا أيها المصري وجدك، قال والله جد كان نصرانيا ثم أسلم. جدك النصراني حينما أسلم أين أعلن إسلامه؟ في أي مكان؟ قال والله ذهب إلى الأزهر الشريف. سلام. طب لماذا لم يذهب إلى مثلا الوهابية ويقول لهم يعني أريد أن أعلن إسلامي؟ لا أحد يعترف به. إذن الأزهر الشريف قال طيب ليس نصرانيا يا أخي، اخترت حالة النصارى هذه من أجل كذا. لا، جدك يا أيها المصري طلق زوجته، طلق جدتك، من يفصل له في هذا الأمر؟ قال والله ذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. يا السلام، وأهلك وآباؤك وأجدادك منذ 1000 سنة يرجعون إلى الأزهر الشريف، لماذا أنت لا ترجع إلى ما رجعوا إليه؟ ما العيب في الأزهر الشريف؟ قال والله رأينا في الفضائيات في شيوخ يسبون الأزهر، وعلى يوتيوب واحد يشتم علماء الأزهر. أنت إنسان تبحث عن الضلال، لا تبحث عن الحق. هندي باكستاني، كل بلادك في تاريخها الطويل كيف كانوا يتحاكمون؟ قال والله عندهم فتاوى عالمجير، وفي عندهم الهداية، وفي عندهم العناية والوقاية. طيب لماذا لا ترجع إلى هذه المرجعيات التي كان عليها أجدادك؟ باكستاني كذلك. طب أنا من اليمن، من اليمن؟ قال والله شيوخ اليمن. من هم شيوخ اليمن؟ شيوخ آل بعلوي، منذ ألف سنة وهم شيوخ الإسلام. لماذا لا ترجع إليهم؟ ما العيب فيهم يعني؟ قال أنا أندونيسي جيد، ماليزي، بروناي، أندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، مولاي، كيف دخلتهم بالإسلام يا أخي؟ أنا الذي أعرفه أنكم كنتم من البوذيين، أليس كذلك؟ أنا رأيت بعيني المعابد البوذية تحولت إلى مساجد، أنا رأيتها، ما أحد أخبرني بهذا، أو تحولت إلى مقابر الصالحين. شريف هداية الله في تشيربون، زرناه، هو مكان يظهر أنه معبد بوذي الأصل، ثم تحول بعد ذلك ونظفت آثار البوذيين وتحولت إلى أماكن للصالحين.
لماذا لا ترجع إلى الذين دخلتم الإسلام عن طريقهم؟ لا يا أخي، أنا الآن أتبع الكتاب والسنة، وجماعة البعلوي كانوا يعلمون لكم التوراة والإنجيل، أما الفيدا أم تعلم كونفوشيوس؟ أرجع إلى أصلك. عندنا قاعدة مثل في العامية يقول ما عنده المال قديم ماله جديد، من ليس له قديم صحيح يرجع إليه ليس له جديد. الشام آخر بلد دخلوا الوهابية، فلماذا ترجع إليهم؟ يا أخي أنا من أجل الاتباع. تضحك على من؟ تخدع من؟ وعلماء الشام يصنفون في فقه الحديث وفي تفسيره وفي كتاب الله سبحانه وتعالى والمحلقات والمدارس، ومن قديم الزمان من أيام السلف، ابن عامر الدمشقي يدرس في مسجد دمشق، وكبار العلماء أصحاب سيدنا معاذ كانوا في الشام يدرسون ويعلمون الناس، وأصحاب سيدنا أبي الدرداء، والبلاد في عز. متى جاءهم هذه البدعة والضلالة؟ وكذا جاءت هذا في عصور متأخرة. إذن كيف تعرف الصحيح؟ بأن ترجع بآلة زمنية صغيرة وهمية تضعها في عقلك وترجع إلى البلاد قبل 50 سنة في الكثير، قبل 70 سنة. طيب أنا الآن من أهل نجد ومن القصيم ومن بريدة، على فكرة أنا من القصيم ومن بريدة أنا أيضا، ولكن رجعنا إلى ما كان، إلى ما قبل ابن عبد الوهاب. وابن عبد الوهاب لم يبدأ الإسلام معه، قبل ابن عبد الوهاب كيف كان المسلمون في تلك المنطقة؟ لا. إذن هذا الذي يبحث عن حيرة هو يريدها، لا يريد أن يخرج منها. طيب يا أخي تقول لي حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي وكذا، هذه كثيرة، ماذا أختار منها؟ أقول اختار ما عليه أهل بلدك. في بلدنا مذهبان، الحنفية والشافعية، إذن اختر من تجد له شيخا يدرسك. شايف؟ أنا حنفي، مع هذا ودرس شافعي، ما رأيت ندرس الورقات للجويني، وربما ندرس بعد ذلك كوكب الساطع، وربما وربما وربما، حتى ما تدري. نحن نريد أن ننشر مذاهب أهل السنة والجماعة. أين وجدت الشيخ فعض عليه بالنواجذ، لكن لا تكون وهابي، هنا سيكون لا يوجد مجاز، تعض عليه بالنواجذ ستؤلمه، المراد به تمسك به. المراجع طالب علم وتسأل هذا السؤال، والله معيب في حقك. عمي يسأل ماشي، أما طالب علم والله عيب في حقك تسأل هذا السؤال. عد إلى المناهج المعتمدة التي ترجع إليها. قال والله أنا أرجع إلى ابن حجر العسقلاني، ماذا يقول؟ شافعي أشعري. أنا أرجع إلى النووي، شافعي أشعري صوفي. أنا أرجع إلى العيني، حنفي ما تريد صوفي. أنا أرجع للسيوطي، شافعي أشعري شاذلي. أنا أرجع إلى سيدي خليل، شاف مالكي أشعري صوفي. أنا أرجع إلى الدسوقي رضي الله عنه، أرجع سيدي أحمد الدردير. يا أخي هذا كلام ينبغي أن لا يسأل. طيب أنا أريد أن أتلمذ على سيدنا يوتيوب، لا أريد الشيوخ. أنت حر افعل ما تشاء. لا، أنا أريد أن أستغل هذه الطاقة الموجودة في يوتيوب ونحوه، ابحث عن مشايخ أهل السنة والجماعة، الحنفية، الماتريدية، الشافعية، الأشاعرة، المالكية، الأشاعرة، الذين كان لهم العلم والتقدم والفضل، الذين كان علمهم يجمع ولا يفرق، الذين كان علمهم سبب هدى الناس، الذين كان الناس في أيامهم فيهم حب ووداد، لا يقتل بعضهم بعضا، لا يكفر بعضهم بعضا. عد إلى أيام العز وأيام النبل. يا أخي تاريخك هذا الذي تفتخر به، إذا اتبعت الوهابية ليس لك تاريخ. من صلاح الدين سيقول لك هذا أشعري؟ من نور الدين الشهيد؟ حنفي ما تريدي. محمد الفاتح؟ حنفي ما تريدي. ماذا بقي لك؟
في أيام عز الإسلام العظيمة هذه يقول لكن أنا أرجع إلى السلف الصالح. ماشي، ترجع بدون طريق، ما في عندك إسناد إليهم. نحن أفهم منك بالسلف الصالح. فتنبهوا، يغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.